عليكم. اليوم عندنا تحدي الكندر. التحدي افتحوا الكندر وشوفوا شنو اللعبه داخله. بكل بساطه كل واحد عنده علبه، اشدوا عينه وخطر ولا مش بعينهم اشطين. هذه علبتي وهذه العلبه ديالهم. المهم الله هي العلبه ديالنا. المهم وبس كمل التحدي. توعره شنو عند عمر لايك واشكراك عمر كتصافي لك والشيرك. علي دابا هاد بيضه كندير في وسط منهم الحيوانات ياك؟ نعم حنا غادي نكتشفوا الحيوانات اللي راسهم تيتحرك. لا 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 بلاتي حاولت بجودي واللي خايبت. حيوانات مزيون يعني مفترسين والحيوانات اليفين ياك؟ صافي يلا نبداو. علي يلا البيضه الاولى تعالي ولا عمر؟ يلا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. البيضه بالطبع الاولى سناكلها والثانيه لا. شكرات بزاف ماشي مزيان ياك؟ لا ماشي ماشي. ورينا 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 شنو هي تما؟ نشوف شنو هي تما؟ شفت من حيوان عالي؟ أمور! أوه! حيوان الموت! حيوان الموت واو هذا النادر! عمر علي جا فيه المود. موت الف ولا مفترس؟ هو مفترس. لا ماشي مفترس، مفترس ياكل الاعشاب. اه بصح. يلا نشوفوا الحظ ديالك دابا نتينا. عرب بحال هنايا هز لهنايا المود. يلا دابا نتينا نشوفوا عمر. يلا افتح صح. شوف عمر اوركا، سمكة الاوركا، حوت الاوركا هذا. شوف عمر شوكولاتة وتشيز. عمر الاوركا مزيونة الاوركا. ها يلا نزل قدامك باش نشوفوا شكون احسن حيوان تجاو فيه. صافي يلا علي دار هذا وقت الحقيقة يا زباع. علي لا لا بالطبع هذه ما نفعش نفتحها بشكل عادي كده. حاجة ماذا؟ تشيرسة تمسح عمر. هذا حيوان مفترس جاف عالي. محظوظ تينا بين الحيوانات ديالك هذه اسمه الحيوان الضومر. نزل شوفوا دابا عمر. يلا عمر دابا خلوه يصير دابا. التمساح والمود يا فوزان. التمساح والمود مخطط. ترى هذه دابا راسك ما داش فيها. لا 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 ما منصحش الاطفال ياكلوا شوكولات كندر بزاف حيت مضر. شنو عمر؟ سلحفاة. عمر شنو جا فيك؟ سلحفاة. واه يلا نشوفوا علي دابا. هادي هادي علي هادي هادي تنصحوا دي بها؟ اه حسنت. هكذا لدار حد ابي. لا شو هذه
لعب عليكم يا شباب، حد أسطوري، حد أبي أسطوري ما عليكم. عليكم يا شباب، شكرا على جد. الله يبقوا الله الدبعوتة. الله الله أدب بجد أرنب. شنو هذا؟ أرنب. لا لا بس دقيقة واحدة أبو شي الله. هلا والله سيزر دوخت أنا برد كم حلو. عمر شوفوا عمر دابا. شوفوا عمر هذا ايش بيسوي؟ ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ بتاكلها السافي نزلة فتحوا نزلة بعيدة. كفو عليك الله والله. خلي عمر صح عمر شوفوا مفاجأة. شوفوا ايش متحوش. صح عمر شوفوا وفاد. واو واو عمر حيوان مفترس واعر هذا وسريع. عمر اسرع حيوان الغابه. عمر اسرع حيوان في العالم. الفهد هو اسرع حيوان في الغابه في العالم. يا في العالم في البريه. لا توقع الكود على حزتي صح تخيل. انا دوري. هلا بسيس انت يا عمر. انا دوري. يلا هادي 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 شوفوا هادي. دودي يا حبيبي. انا سالم بي. ما تعتقل حسنات. شوفي حبيبي أشوف الحين أحسن شيء أحد يساعدني. أنا أقول لك شنو صار عمر هادي تحدي هذا ما قال لي شي. انا كنت بحضور شي بزياده. واخا كل هذه كل هذه كبيله. ليش ليش طيب ما قلتي شي بزاف سيله. كندير بوينو عمر. الأمريكي الشيء الغريب. شوفوا شوفوا مفاجأة عمر. شوفوا عمر تمساح. شو يسمع عمر؟ تمساح. تمساح تعادل. تعادل مفترس. تعادل مفترس. هل ركبت تمساح ديالك؟ أصوبة سعادة بجوجيكم عندكم حيوان مفترسة. يا نزل عمل مع الحيوان ديالك. عمل مع الحيوان ديالك نشوف انتين علي دار. علي عمل الحيوان ديالك شوفوا دار انتين. خلي ديالي انا الوقت اختيار الله خطرت دي. الله يمسدنا يا رب يجيلي حيوان أسد يك عمر. وأخيرا وليس آخرا نرى الحيوان. إجي لا قطع الرفع كيف فتح افتح يا سب شوفوا شوفوا على المفاجأة. دوب 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 تحليل باندا. باندا ولا قطبي ولا شي هذا عادي. الدب الاسود. الدب الاسود زادي يحب العسل ياك. الدب الاسود يحب العسل عالي. شوفوا
تمام. شوف ترى اول خطوه ديالو الاولى هو ما شو الدب يا دب في المرحلة يعني نزل مع لا في الكرسي سلانتا يلا دابا فتحوا نتوما بجوج بكم الاخريه شوف كو عمر فتح بيضه الاخيره الاحتباس هذه اغا اح ثاني دكلاش دابا تو صافي بديري من بعد هلا يا بابا هلا اكتشفوا الحيوان الاخر بسم الله الله ما تقول لي تزاد مره ثانيه سينا عمر صح الورقه نشوفوا شنو يعني ما سيده شنجك ما تقول لي شنجك باقي لا ضب شي هذا طيب صح فتحوا الورقه نشوفوا ولا ما عارف ايش صح الورقه نشوفوا ايش صح علي نسينا؟ ايش ده طيب؟ ايش ده مرات كلهم دافون؟ ايش ده برتقالي؟ ايش بالو؟ ايش بالو؟ وري عمر قلب شوفوا اش يبان؟ الضب عمر جا فيه الضب غريبة واخا ندوزو الحيوان ديالنا حيوان الدعالي الذئب الضب الضب شي هذا سمساح سنجاب النسر سنجاب آخر شوفوا عمر دب العسل سلحفات سمساح أوركا هذاك الوشق كيقولوا له هذا الحيوان هذا ماشي الفهد والأرنب لا قد تقاتل الحيوان إذا دابا شكون يربح؟ تعادل دابا دابا نلبس معركة الحيوانات هذه مع الحيوانات هذه شكون يربح؟ اظن انها تعادل كما تعادل انت بزاف باش تبتعد البوتات من التات وما تكونش تبتعد تو فيه او باي نسى لايك اسير نايس شوف